بسم الله الرحمن الرحيم. إذن توجد طريقة ثانية لحساب كميات الحفر والردم الخاصة بالمشروع من خلال الذهاب إلى كوفاريست الوادي أو من ثم إلى كيباتير بار بروفيل ثم أونتر دو زامانتي. في هذه الحالة يقوم البرنامج بسؤالك عن إعطائه محور للحساب، فيقول سيسوني لاكس اون بلون دو بروفيل او نو. إذا هنا لم نقم بعد برسم المحور الذي يحسب به مختلف البروفيل. إذا نقوم أولا بإدخال محور خاص بالحساب ومن ثم نقوم بالحساب عليه. إذا محور الحساب فرضا يكون هنا في وسط الأمانتي ما بعد الحفر والردم، ويكون هنا نهايته. ومن ثم نعيد اختيار كوباستر وادي كيباتير بار بروفيل اون دو سامنتي، ومن هنا عندما يسألنا سيليسيون دي لاكس اون بلون دو بروفيل اون بلون نقوم باختيار هذا اللاكس. هنا يقول لك ان تعطيه الرفعين الطبوغرافيين خاصين بما قبل وما بعد الحفر والردم. اذا هنا نعطيه امانتي ان، وهنا نعطيه الامانتي دو. اوكي، هنا يسألك عن طريقة الحساب، فما عليك إلا أن تعطيه هنا العرض الأعظمي للحساب، يعني عرض الطريق الأعظمي من الحساب، وهنا العرض كذلك الأعظمي للحساب الأيمن والأيسر. فنقول مثلا اختيار هنا 20 و20. هنا قام بحساب الطول الكلي للمحور الذي أنشأناه سابقا، وهنا يقول الانترفال، يعني أنه يقوم بحساب مقاطع، يعني يقوم البرنامج بإنشاء مقاطع كل 20 متر. هنا يعني يقوم بإنشاء مقطع عرضي ليظهر لك كمية الحفر أو الردم، أو يظهر لك مساحة الحفر أو الردم الخاصة بكل بروفيل. إذا هذه العملية تشبه كثيرا عملية الحساب التي يعتمدها برنامج البيست في حساب كميات الحفر والردم، وهي خاصة بالمشروعات التي لا لها منحى طولي كمشروع مثلا الطرقات مثلا. إذا هنا يقوم البرنامج بإعطائك أنفيشي إكسل، يقوم هنا باختيار مكان وضعه في الحاسوب أوندستري، ومن ثم الذهاب إلى أوكي هنا، فيقوم هنا بحساب كميات الحفر والردم لكل بروفيل. إذا قام هنا بإنشاء جدول به مجموع القياسات الخاصة بالحفر والردم للمشروع. فهنا نرى في العمود الأول رقم البروفيل، العمود الثاني فاصلة المنحنية للبروفيل، العمود الثالث المسافة الذي يجب أن يضربها في السيرفاس للحصول على الفوليم، وهي لونغور دابليكاسيون، ثم سيرفاس ديبلي الى فوليوم ديبلي وسيرفاس رومبلي وفوليوم رومبلي وكذلك فوليوم رومبلي المتراكم لكل بروفيل. هنا نستطيع رؤية لو بروفيل ترافير التي رسمها البرنامج واحد بواحد هنا. فهذا يمثل الأرضية، وهذا أما هذا فيمثل المشروع بعد الحفر والردم. نستطيع من هذه القائمة طباعة أو رسم مختلف البروفيل الخاصين بحساب كميات الحفر والردم. فهنا مثلا نضع السلم 1/100 1/100، وبالضغط على ديسيني واختيار مكان الرسم يقوم البرنامج برسم مختلف البروفيل التي بها قام البرنامج بحساب كميات الحفر والردم، مع وجود ملف إكسل خاص بكل عمليات حساب الحفر والردم الخاصة بالمشروع. فهذا مثلا البروفيل رقم 3 هو بروفيل حفر، وهذا بروفيل ردم.